مساء الخير عليكم، تحياتي لكل الحضور، كل عام وانتم بخير، صحة وسلامة أكيد لكل الحاضرين، إن شاء الله نحضر العراق وأهلنا أكيد. طبعا أحب أشكر منظمين الحفل بهذه المناسبة، أشكر دي جي سموحة ودي جي الجزيرة، وأشكر الفرقة الموسيقية عازم الكيبورد أمام عازم المراد وليد، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله.